هل بالفعل الكلام انه وزارة التربية والتعليم بتجهز مستشفيات او بيتم استخدام بعض المستشفيات لتجهيز بعض المدارس، عفوا، لتجهيز مستشفيات عزل، بعض الاماكن، قاعة المؤتمرات، في اشاعات كتيرة جدا عن تجهيز مستشفيات عزل، وده على فكرة شيء جيد. هل بالفعل بتجهزوا مستشفيات للعزل؟ شوف يا استاذ لميس، ده السيناريو الثالث. لا قدر الله الجائحه ان شاء الله ما نوصلوش، لكن الدوله لازم تكون مستعده له، واحنا الحمد لله مستعدين. عندنا احنا بنستخدم النهارده 6 مستشفيات عزل، وفي 2 تانيين دخلوا في الخدمه، يعني 8 مستشفيات. عندنا اماكن تانيه مجهزه مستشفيات عزل موجوده. جاهزين يعني. قد نحتاج ان بعض المدارس تبقى مستشفيات عزل موجوده، قد نحتاج ان بعض الفنادق تبقى مستشفيات عزل، برضو عاملين حسابنا كدوله فيها. فدي دي كلها استعدادات للسيناريو الثالث، ان شاء الله ما نوصلوش، لكن لازم نكون مستعدين له. انا بشكرك دكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزاره الصحه.